وسلمك الشيك. بس حدد ميعاد صرفه كمان يومين. بس ده ملوش دعوه بعمولتي. هو انت بترحم؟ وبعدين انا وانت ايه، مش واحد؟ لا يا حبيبتي، احنا اتنين. الو، يوه، خليه يدخل. ايه، في حاجه؟ بيقول لي حمايه بره. اتفضل. ازيك يا جمال؟ ازيك يا عمي؟ أؤمرني. أؤمرني. أنا عايز أقابل وزير الصحة. وزير الصحة بقى فاضي يقابل أي حد كده؟ وأنت كنت عايز تقابله إيه أصلا؟ عايز أعمل تحقيق صحفي معاه. طيب، هشوف الموضوع ده وأبقى أرد عليك يا عم. أنت عارف إن أنا بشتغل في جريدة معارضة. يعني سهل جدا أتكلم عن تكميم الأفواه واضطهاد الصحفيين المعارضين. والمرة اطلع على نقابة الصحفيين اعمل شكوى واعمل كم مداخلة كده مع بتوع التوك شو اللي هم يعني ما بيصدقوا الا مصيبة ويقعدوا يزيطوا. وكمان ممكن انت عايز تقابل وزير الصحة امتى؟ الف مبروك يا صفوت بيه، الف مبروك البراء يا ميار. ثانك يو بجد. اونستلي انا ما كنتش متخيل اني هطلع وراءه. ايه الكلام ده بقى؟ انت ما كنتيش واثقة فيا ولا ايه؟ لا طبعا، احنا كلنا واثقين فيكي، احنا عارفين بنتعامل مع مين، بس القضية كانت كبيرة. بس برضو اللي عملته ميار ده ما كانش ينفع خالص. It's his fault، هو السبب. ما انا بعد ما خبطت له عربيته قلت له هصلحها له، هو اللي قليل ادب وطول لسانه عليا. وهو عشان طول لسانه عليكي تقومي راكبه العربيه وخبطاه وموتاه؟ ما ينفعش كده، لازم نهدى شويه. طب خلاص، مش عايزين نفتكر الكلام ده عشان ميار اعصابها بتتعب. خلينا نغير الموضوع. نغير الموضوع؟ بس الحقيقه انا ما جاتليش اي رساله على الموبايل تقولي ان في فلوس دخلت في حسابي. لا، في أقل من خمس دقايق الفلوس هتبقى في حسابك. ده واضح إن الفلوس وصلت بالفعل. سريع قوي حضرتك يا صفوت بيه. اتفضل يا أستاذ هلال. في الحقيقة أنا مش جاي لسيادتك عشان حوار صحفي، أنا جاي لسيادتك عشان حق. حق يهمك ويهم البلد دي كلها. وأنا سامع حضرتك، اتفضل. أنا جاي لسيادتك بخصوص قضية فساد. قضية فساد من أكبر القضايا اللي حصلت في وزارة الصحة. أيوة يا أستاذ هلال، بس أنا بقالي أسبوع بس ماسك الوزارة. ما أنا عارف، بس ده برضه ما يمنعش إن اللي أخطأ حتى لو مش في عهد حضرتك لازم يتحاسب. في ناس كتير ماتت من هالذنب. مفيش أي حد فوق القانون. هي إيه القضية؟ قضية المستلزمات الطبية الملوثة اللي حاصل السنة 96. في واحد بريء شال القضية دي واترمى في السجن، خد مؤبد. الحقيقة أنا مش فاكر الموضوع ده. بعدين حضرتك بتقول إن هو اتحقق معاه واتحكم عليه خلاص، والكلام ده كمان سنة 96. أنا مش عارف حضرتك متأكد إزاي إنه بريء، وإذا كان بريء فعلا ما كان زمانه خرج من زمان. أنا كصحفي ما أقدرش أعلن عن مصادري. مفهوم مفهوم يا أستاذ هلال. عموما الملف ده سيادتك فيه كل الأسئلة اللي ممكن تسألها، هتلاقي إجاباتها موجودة، وتليفوني موجود، لو في سؤال ما لقيتلوش إجابة سيادتك تتصل بيا في أي وقت. ويا ترى اسم الجاني الحقيقي موجود في الملف؟ أنا ما قدرتش أوصل غير لحرفين من اسمه، يا عين، وأنا واثق إن حضرتك ممكن تجيبه. وجبت بقى الثقة دي منين؟ وانا لو قاعد مكانك على الكرسي ده مش هقعد لحظه واحده من غير ما ارمي الناس دول كلهم في السجن. ان شاء الله يا استاذ هلال اكون عند حسن ظن حضرتك، وتاكد تماما انا لا يمكن ابدا اقبل باي نوع من انواع الفساد في الوزاره دي طول ما انا موجود على الكرسي ده. الصحة.
محكمة المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم يسري عبد المنعم دكروري السجن المؤمن لما نسب إليه من التهم. حاجة يا أستاذ هلال؟ لا مفيش حاجة يا دكتور يسري عبد المنعم دكروري. يا عين مش كده؟ أنا مش فاهم تقصد إيه؟ دكتور في وزارة الصحة كان بيتاجر في المستلزمات الطبية الملوثة، واللي كان بيسهل له خروجها من المينا واحد مرتشي اسمه تيه زين توفيق زاهر. ايه عين وتيه زين؟ انا مش فاهم انت عايز ايه بالظبط. ولما بدا يظهر في المينا واحد عنده ضمير وحاول يكشفهم شايلوه القضيه ورموه في السجن، وده طبعا يبقى سين غين سعيد غنام. كل ده حصل ايام جوازه من مريم رياض، وهي كانت حامل في بنته وطلب منها انها تنزلها، بس هي رفضت وخلفتها من غير ما يعرف. مريم خلفت؟ ايه اتصدمت لما عرفت ان ليك بنت من مريم؟ انت جبت المعلومات دي منين؟ مش لازم تعرف. يبقى وقتك انتهى، اتفضل اطلع بره. انا هطلع بس انا مش هسيبك اللي موديك السجن. ممكن تاخد اعدام عشان انت قتلت مريم. مريم مين دي اللي قتلها؟ انا صدمت لما عرفت خبر وفاه مريم. انا فعلا كنت بحب مريم، وهي ما عملتليش اي حاجه عشان انتقم منها. تعال لي دلوقتي حالا اتحرك. انا بس خايفه اللي يخلص شاور ويطلع من ايش الموبايل. تنجزي بس. خلاص عملت قلاوة اهو. طيب هيظهر لك رقم دلوقتي قوله لي. 4-8-5-7-5-5-3-6-6-8. هيجي لك مسج دلوقتي دوسي قلاوة. بيتحرك عندك كده؟ ايوه تمام خلاص. خدي الموبايل ورجعيه زي ما كان بالظبط. طيب ماشي اوكي باي باي باي. بس انت واثق ان يسر الدكروري هو ايه عين؟ وقع بلسانه قدامي لما قلت له مريم خلفت، وشه جاب الوان وبقى عامل زي ما اكون عامل عامله. مش بعيد يسلط حد يخلص عليا. استاذ هلال وحضرتك ازاي مش قلقان؟ ده الموضوع مش سهل. انا من رايي انك تبلغ الشرطه وهم يتصرفوا. وايه الدليل على صحه كلامه؟ قانون المذكرات ملهاش اي قيمه، لازم يبقى فيه دليل ادانه. صح، الدليل هو اللي هيقوي موقفي. انا دلوقتي عامل زي صوت في الزحمه محدش بيحس بيه. المشكله ازاي اوصل للدليل اللي سايباه مريم وسايباه فين؟ هو ده بالظبط اللي انت لازم تعمله اليومين دول يا هلال. المشكله اننا مش عارفين احنا رايحين على فين، ويسر دكروري مؤكد مش لوحده. بعد اللي انت عرفته عنه يا هلال اكيد مش هيسكت. في حاجه انتوا ناسينها يا جماعه، يسري دكروري بكل المستلزمات الطبيه الفاسده اللي دخلها اكيد في وصولات متبادله بينه وبين الشركه المصدره من الخارج. على ميعادنا بالليل تمام، الفلوس زي ما اتفقنا، ولو المبلغ زي ما قلت يبقى المناقصة ترسل لحد تاني أحسن. لا بجد قولي يا جيمي، تمسح الرسالة اللي بينها وبينك أول بأول بقى. بجد بقى أنا ما حسيتش بطعم الجواز غير وأنا معاكي. يلا أنا هدخل أخد شاور. نتجوز نجلة؟ إحنا من سنتين فاتوا سافرنا لليبيا، واللي سفرنا لهناك هو أبو مصعب. في البداية وفي المقام الأول كان هدفنا خدمة الدين وتنفيذ قرارات القادة من الجماعة. كنا بنتدرب على التعامل بالأسلحة بشكل حي في الصحراء، واللي كان بيقود التدريب
اسمه عبد الكريم والاسم الحركي ناشد. طيب يا فندم، زي ما سعادتك شايف القضيه دي محتاجه بحث مكثف، لانه ببساطه احنا لو جبنا الاسماء اللي العيال دي اعترفت عليها فهنجيب اللي هينفذوا قبل ما يعملوا اي حاجه. عايزين نجيب معلومات عن الشخصين دول، اي تاخير يا ساده يبقى كارثه. اتفضلوا. تمام سعادتك. رؤوف. ايوه يا فندم. عملت ايه في ملف هلال؟ شغال عليه يا فندم، ان شاء الله اول ما هوصل لحاجه فيه مهمه بلغ حضرتك. تمام يا رؤوف، اتفضل انت. سعادتك. عملت ايه؟ من غير تحت امرك يا فندم. ها؟ ده التقرير اللي حضرتك طلبته، وفي كل تحركات هلال كامل. شكرا. تحت امرك يا فندم. عايزك تشد عليها يا مستر عصام، عايز اشوف درجات كويسه. باذن الله يا غدا هاني. ايه ده؟ عن اذنكم. اتفضلي يا فندم. أنا منا هشرح لك النهاردة حاجة مهمة جدا. مالك يا منا في إيه؟ لا مفيش. مش أنا اتصلت بيك امبارح واتفقنا إن أنت هتحكي لي كل حاجة وهنبقى أصحاب؟ أنا مش هينفع أشتغل وأنت متضايقة كده. احكي لي. أصل النهاردة حفلة جديدة أخويا وأنا بصراحة بقى هموت وأروح. طب فين المشكلة ما تروحي؟ هي مش هتوافق طبعا. ماما مش هتوافق. طب ايه رايك ان انا هكلم ماما واقول لها ان انا هاخدك من هنا وهوديك الحفله وهرجعك هنا تاني؟ لا بتهزر. لا ما بهزرش. طب والله لو عملت كده هدخلك الحفله ببلاش. لا يا ستي انا اللي عازمك كمان. مين قال لك انك تدفع حاجه؟ بقول لك حفله ديز اخويا.